السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالحمد لله. We have done 12 آيات of سورة الملك. Inshallah, then we move on to the next surah. The way we will, inshallah, go as we mentioned yesterday. We will recite first 12 ayat together, 5 times each ayat. 5 times each ayat together, inshallah. So when you're ready, inshallah, start. Give 1 minute to the brother who is finishing his prayer so he doesn't get completely distracted. So you would have six extra ayat, six new ayat today, so altogether 18, and then you would have until next Wednesday to practice it. Get the recordings and keep revising it. Should recite Surah Mulk every night anyway. If you did it, inshallah ta'ala, you do not need to pay too much attention to memorize. Don't pay attention to memorization. Just keep revising it, and it will become easy. Those who recite regularly, you ask those old uncles and aunts, grandfather, grandmothers, they would say, oh, we know it. They never memorized it, but they read it for over the last 20, 30 years. Surah Yasin after Fajr, Surah Waqiyah, Surah Mulk, Surah Alif Lam Mim Sajda after Isha, and it just becomes easy for them to keep that to memory. So don't spend too much time on that, but recite as and when. Every day, at least once. If you've done that, inshallah ta'ala, it should be okay. Okay, let's start, inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. 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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. 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 تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 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 السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به أو اجهروا به There's no V in Arabic. وقول every vowel is W. W sound. وأسروا قولكم أو اجهروا به أو اجهروا به جيم بالقلم. وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به and أسروا you hide it قولكم your speech whatever you're saying if you want to hide it you hide it أو even or اجهروا به you make it clear say it out loud Allah subhanahu wa ta'ala knows it Allah is saying it doesn't matter how you do إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور
إنه عليم بذات الصدور. He is aware of whatever is in your chest. The secrets that people keep hiding inside their chest, Allah is aware of even that. So whether you say it out loud or you make it hidden, Allah knows what you're saying, what you're doing. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ No man, no khalqala there. من خلق ألا يعلم من خلق من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لطيف There's a difference between ta and ta. If you say latif, 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 that's ta. It is ta, rounded. So the base of the tongue should be elevated a bit. So, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا would not he know who created? Why he's very subtle. He's very subtle, he's very, he could see, he could hear, he could do, he's completely aware of everything. He's the most finest. And he's al-khabir, he's aware, he knows. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 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 He's the one who made for you this earth very soft, easy to work on. Subservient. It's actually a quite soft earth that you can walk on, you can dig, you can do whatever. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 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 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها So walk on this earth, in the ups and downs of the earth, in the slopes of the earth, and eat from the provision of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has provided you with. وإليه النشور وإليه النشور وإليه النشور And toward him is our resurrection, our return. We'll be just be raised back up to Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ And do you feel safe from the one in the heavens that he may take you down, he may cave you in, he may get the earth to swallow you? The earth would just swallow you. He can do it. So do you feel safe from him? If you were to go against him, how would he be feeling safe? فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ The earth will shake without any warning. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا And do you feel safe? Are you completely fearless from the one in heaven that he sends down to you the stones as a rain from heaven? Pebbles. So, what Allah subhanahu wa ta'ala, if he did that, then do you feel safe? فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير Very sure, certainly you will see, very soon you will see how was my warning. These are all the warnings. Be aware of that. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا 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 صبا حاصبا حاصبا Remember these seven letters, حروف المستعالية they are called. They are always pronounced with the base of the tongue elevated. They have their counterparts as well, most of them. And they are flat, this one is heavy. So if you say ha siba, this is seen. Seen and saw both come from the same place. Like ta and pa come from the same place. Ka and kaf, very close to each other. So you have to make sure the and va, same place. But the only difference and distinction is one is with full mouth, heaviness, one is flat, thin, easy. If you do not pronounce it as it dictates the sifat, the attribute, you are changing the letter for the letter. And that would change the meaning. And this is a major mistake in Quran. In Quranic recitation, not pronouncing the letter correctly with certain sifat, which are essentials, is a major mistake. Like it's not simple, it's sinful. Especially for those who can learn. There are many resources these days, one has to learn. Okay, so حاصبة حاصبة حاصبة. Listen to that. You should be able to distinguish حاصبة 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 سبة صبة سبة صبة. There's difference, isn't it? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم
tongue out for the tip of the tongue to touch the tip of the incisor. Tip of the tongue should touch the tip of the incisor. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 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 And more certainly, people before them rejected. There were people who rejected before them, before the people who rejected with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The previous nation did the same to the previous prophets. فَكَيْفَ كَانَ So how was my approach? How was my warning to them, punishment to them? You heard about that. فَكَيْفَ كَانَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Let's go back. We do 7 times each, inshallah. And then we're done. So a lot of practice, yes? وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 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 الحمد لله جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you next week.